أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن الحمد لله. يعطيك الصحة الشيخ عمر، الحمد لله عليه كل هذا الخير بعد ما كالعادة قطعنا وفرقنا الصيام وصلينا. الحمد لله يا ربي، ربي يتقبل منا، على خاطر رمضان هذا ماشي غير ماكلة والعبادة أهم، ولازم العبد يصدق يصوم يقرأ القرآن. هذا الشهر لازم بروفيتيو منه لأنه فرصة يعني من ذهب، شغل ربي سبحانه يعطيك حاجة باش تصفي ذنوبك باش ربي يغفر لك. وأنا على طب الماكلة هي تجي الأخر، مستحيل العبد يأكل قبل الصلاة ولا قبل ما تحلاش. واليوم تعبناك شيخ عمر مع احلى هذه الاطباق، عندك تشوفوا هكا بعد العبد يشبع، لانه ظني معطيك صح الريحه تعبر على درنا واش حكينا. ودركا نبداو نفطر، نبداو نفطر بسم الله. ايوا او البوراك هذا اللي محشي بالبطاطا، ولا هذا محشي بالبطاطا طريقه بطاطا وفرماج، بطاطا فرماج وبصل مادنوس. بسم الله انا شربا فريك باللحمه، لحم الخروف بنينه كيقول لك ولد ولايتها تشكر فيه. ها بصح اللي شافوا كل يعني عليه طعمه طيب وكل ألم تاع سؤالك زعما غبي، اللي شاف كل يعرف يطيب وكل. ها بصح كل واحد عنده ميزه، كيما هنا مكتر النعناع حبه منها الحمد لله. هذه الطاجين زيتون وجد وصح جات لاصوص خاطره، يعني كيما قال لكم كثر كثر البصل. البصل حكينا كي كنا في الكوزينه، حكينا على الشوربه وحكينا على البوراك وعلى الطاجين زيتون، بصح ما حكيناش على الدجاج كيفاش حشيته بطريقه يعني ولا صوص تاعو، على خاطر النساء كل تحب دير هذه الاطباق، تحب تدخل في العصرانه، ساعه تصلح لها لاصوص ساعه ما تصلحلهاش. اشرح لهم يا عمر كيفاش درت حتى درت لاصوص هذيك. بون لاصوص هي لاصوص سيبرام، سي اون صوص بلونش، صوص بيضاء، بصل، فلفل ابيض ماهوش فلفل اكحل، هتبقى ديما تبقى بيضاء. بون تقلي البصله تاعك بيان، من بعد زيد لها الكريم ليكيد فوالا، بصح بلا شي زيت، بالزبده تخدم بالزبده من الاول بعد بالزبده. السكالوب تاعنا خليها تتقال هكذاك تختار، الله بالكريم ليكيد تختار. السكالوب تاعنا بون نحشيوه بالفرماج، تفوتيها في لاشابلير، من لاشابلير العظام فوالا، تحطيه حتى يتقلى في الزبده حتى هو يحمر بيان من لي دو كوتي، منو من بعد تحطيه في لاصوص تاعك. اي ندوقو. بسم الله. اي عطيني مثل ما عطيني. اه تفضلي. انا كده هذا نتاع كمل الشرب على راه. يعطيك الصح. وفيها الفرماج. يسكالوب. ايه. بسكالو دايما. يكون صايم وياكل، نعمه نعمه من عند ربي، الحمد لله يا ربي، ربي يتقبل منا ان شاء الله. امين يا رب العالمين. ما نقدرش نقول ماشي بنين، حتى ماشي بنين يحكوني ولاد الكارطه يقطعوني اليوم يقول لك ايه ما نعرفش نجامل الحق، بنين صح. شفنا دي صالات في مناطق واحده اخرى، ما عندي شاف واحد اخرين، هذه درك ما على باليش واش درت. اي تبان فلفل بيضنجان ما فهمتش. صارت بابا غنوج، فلفل، أيوة. بيضنجال، طماطم، ثوم، اسمه قارس. بابا غنوج، بابا غنوج، معدنوس، زيت زيتون، قارص، زيت زيتون. ما فيها بالمعدنوس؟ لازم. بنينة؟ كل 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 ما شفت هي أفطر، راني يعني نهضر ونهضر بهم يفهموا.
دونك هو ياكل ويفهمكم مليح كيفاه دارها بنينه صح. الثوم غالي فيها يتشوى كل شيء يتشوى. يتشوى البيضنجال. بيضنجال. طماطم. فلفل حلو تاعك. فلفل حلو طماطم بيضنجال. بيضنجال. ماركي. تقصيهم. والثوم تاعك. الثوم لا. ما تشويهش. ما تشويهش. لا يتحط يتربى. هربي. تقصيهم دي كيب. بون تعطيهم تعطيهم تقصيهم بيان. حط عليهم معدنوس والثوم عندك القرص زيت الزيتون. فينيغرا تاعهم. سيترون زيت زيتون. برك. برك. بنا لا تقام والله جات الحموضه تاعها وش اسمه شو اسمه؟ بابا غنوش. بابا غنوش. يعني عندنا واحد الاسم مش تاعنا هذا. تاعنا تاع الجزائر. بابا غنوش نقول له هكذا بابا غنوش. سوري ولا؟ لا لا لا. تاعنا. سلطه جزائريه. واللحم حلو. مرقه حلوه احنا نقولوا في قلم المرقه حلوه. طاجين الحلو. يعني بقره مشماش زبيب. صوتي هنا. بون بصحتك انا. عجي تاعنا، عجي تاعنا بالقرفه. قرفه. يعني ما يختلفوش عليها بزاف. ما يختلفوش. علاه شيف عمر درت انا الحمد لله كاين درنا عده ولايات. بالك نفس بالك نفس لوريس. غير يختلف واحد يقول لك نديرها ما نديرش قرفه، واحد ما يديرش زبيب، واحد ما يديرش يدير مكسرات. كل واحد برك بصح الناس كل متفقه عليها انها هكا. هذه كيما هكا. طاجين زيتون بنين، شربه ثاني متفقين عليها. حابه نعرف هنا اللمسه تاع الشيف عمر وين في هذه الاطباق. هذه ثاني بون اللمسه تاعي ديما نخدم ديما بالاعشاب كيما هذيك. انا نشوف عليها كلش فيه الكليل. الكليل والزعتر وهذه نحط لها ديما الرند. الرند بالرند تطلع ديما بون. لي زيبيس ثاني تخيريهم. لي زيبيس تاعك لازم يكونوا ملاح، ما تشريش نيمبورت كو. ايوا شري لي زيبيس ديما يكونوا ديما فري مليح. اسمعي مليح ليها، اسمعي مليح سيدتي الكريمه، قال لك اشري خيري لي زيبيس وخدمي بالاعشاب. سما ما كانش كي يعني حاجه ناتوريال. كلش الطبيعه. كلش الطبيعه. بالزعتر ولا رند ولا حاجه، حاجه اللي خلقها ربي وخا خرجت كم ماهيش راح تضر. خير من يظهر لي من هذوك تزيد المواد المؤكسده خاطئه. اي عليها دقت. هنا كاين النعناع، هنا كاين كلها واحد معدنوس. الله يبارك يبارك فيك. على بالي حنا باش نهضروا ونشرحوا بزاف. رانا رايحه للديسير نشوف فيه تيراميسو. تيراميسو ايوا. ثاني نشرب الصح باش نقدر ندوق. بصحتك. ندوق كلش اليوم، ندوق كلش. خذي ايوا نجيبوا له. يا ربي دركا كاين بزاف اللي ما تعرفش دير تيراميسو. انا اصلا درته مره مصلح ليش هبط ما فهمتش عليه. الله كرم سؤال الميرينغ تاعو ما طلعتش مليح. الله كرم شونتي واش اذا ما زدت السكر ولا لا الصندوق. اي ما جانيش خفيفك انا كده لاموس. بيان سيار دوك اشرح لنا الطريقه. اشرح الطريقه على بالي قدهن وحده كيما انا حابه تعرف الطريقه. بون تيراميسو ديري بون ديماري ديما باللي كرام تاعك. باللي كرام فوالا. ديري طلعي الميرينغ تاعك. الميرينغ نورمال اباز بلون داف. حطي شويه ملح شويه سكر بالباتر حتى تطلع كي تولي بلونش بيضه كيما الثلج. حبسي سي بون طالعه. تزيدي تروحي لاكرام اونجلاز تاعو هي اباز دو جون داف. تحطي ديما شويه ملح شويه سكر وتطلعيها وتحطي معها الفرماج ماسكاربون. كاين واحد شاف عمر لاحظت واحد الحاجه لازم نقولها للمشاهد. انا نعرف عمر ولد كرطيه ولد اليوم ما ضحكش كامل. قاو سيريو زعما ويشرح يوري لكم في لي غوسات ولا حشمان ولا واش بك عمر اليوم؟ لا ماشني حشمان. ما ضحكش معايا خلاص. نضحك نضحك ما كنت في موضوع ان شاء الله. مي هذه خدمه. شوف الناس هنيك. بك عمر علاه حتى كي نروحوا مع بعضنا رحلات البحر هو اللي طيب هو. وكاين ولدي تاني تعلم عليه قداه حاجه يدير لنا المردوم هذاك بالملح. مليح هذاك يعني حاجه مهمه نقدروا نهضروا عليه. بيان سير. كيف ديروا عمر؟ بون المردوم تاعك بون بالملح ماهيش يعني الحاجه اللي كيما يشوفوها الناس ما على بالش يشوفوها. لازم يكون بون كويزيني ولا كرون شاف باه يقدر سامبل. سي ان استيس.
لي زاستيس ديما اللي ديما نهضروا على لي زيبيس، ترجع ديما للتتبيله تاعك الماريناج تاعك، سواء الدجاج ولا اللحم ولا حتى الحوت، ديما الماريناج تاعك لازم يكون يكيليبري. أيوه. ديما من كلش تروحي ديما للطبيعه، ماشي تجيبي ما على باليش تشري ديجا ساشي مخدوم ويقول لك تا شاورما ولا يقول لك تا دجاج ولا يقول لك تا لحم، دو بريفيرونس تخدميه انت. قال نسحق فلفل احمر، قال نسحق فلفل كحل، فلفل ابيض، الكليل، الزعتر، تخلطيهم بيدك تخدمي يجيك الماريناج تاعك مليح. والملح؟ الملح كون تكوفري شكاير الملح شكاير حطي ما تخافيش، الماكلة تاعك يعني انا في البحر قلت ما تجيش مالحة، ما تجيش مالحة بعد جمد وكسرو يعني يعطيك الصحة، ما تجيش مالحة خلاص، حتى صالح ولد يرفد هذا لاسيس ولا يخدم بها طول، ما تجيش مالحة، حطي الملح ما تخافيش منه خلاص، حطي في الفرن ديما وقتك تعرفي الوقت البرك تاع الطياب قداه، قال ساعة ولا ساعة ونص نحي من الفرن تاعك. للعلم باش نقول لكم بلي عمر يدير الافراح، شاف هنا في كلمه معروف، معروف بطيبته قبل ما معروف بيده، معروف بطيبته وعقالته ونظافته. الناس كل تهضر عليه، الناس كل تدابز عليه. شكرا. درك يا عمر اكيد قدهن واحد في كلمه ولا خارج كلمه على بالي بلي تخدم 48 ولايه، يحب يتصل بعمر هذا وين؟ بون سير ما باج فيسبوك. ايوا عمر عمراني، عمر عمراني اللي حاب يتصل ويحكي مع عرس ولا يستقصي على اسيوز راه يعيط لعمر. عمر ولد قالما باش تتميز قالما، انا قالما قاش نهضر عليها، تهضر عليها انت مادام لي ضيفه عندك اليوم، وحنا ضيف كل عند ربي، ومرحبا بكم. يعيش انكور. قالما معروفة بناسها بطيبتهم، ناس كرامه اكيد، فيهم ناس رجاله، ناس ملاح، تحوسي وين تحبي وين تمشي تلقاي قدرك، صح وين تمشي تلقاي قدرك وتلقاي المعينه، والناس ناسها كلها ناسها ملاح، معرفها بجمالها بطبيعتها. هذيك اللي راح نقول لك عليها، بجمالها طبيعتها تخرجي ماونا ومسخوطين، يقول لي هو مسخوطين الحمام، مسخوطين الحمام، حمام بايل، وين تروحي ماونا البلايص كلها راه مشابهين، البلايص كل باهيان. اي ننصحوه ملي يزوروا كلمة، مرحبا بها. اي ولي زور قال ما يتصل بيا ولا بعمر، مرحبا بها. يقول لك البلاد بماليها، ما تقدرش تروح للبلاد ولازم ماليها هما اللي يوريو لك البلايص. قبل ما راح نختم راح نهضر واحد الكلمه، كاين حوايج بزاف بالك حنا هكا في رمضان ناخذوهم تلقينا نلهفوا برك، نوجدوا القضيان، نوجدوا الغسيل، نحكوا، نشريوا الماعن، دير 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 دير، تسمى نخمو غير في كروشنا، نخمو غير في وننساو واحد الجانب نهملوه اللي هو هذا الشهر تاع عباده، هي يعني راهي مفيده برك، راهي مفيده ماشي كنا نقسموه خير، قال ها وقت الماكله، ها وقت باش توجد الاطباق، ها وقت قراءه القران، العبد يختم يبروفيتي يصلي صلاه في اوقاتها، يصدق يعني يدير العباده قبل من اي حاجه، قبل من الاكل، قبل بس الماكله هنا ناكله كل يوم. هذه يعني نصيحه برك، يعني بالك قال لك وذكر فان ذكرى تنفع المؤمنين، بالك انا ننسى هكا نذكرك انت تنسى تذكرني. اكيد اكيد. رمضان كريم للناس كامل، رمضان كريم. مبارك، امين يا رب، ويعطيك الصحه اللي استقبلتنا عمر. هاي الكاميرا كاش ما حب تهضر، مشكورين. رمضان كريم للشعب الجزائري، للامه الاسلاميه، ان شاء الله يفوت علينا بالبركه، ان شاء الله تحل الازمات للناس كل، ان شاء الله ربي يفرح الناس كل، ان شاء الله ان شاء الله. امين يا ربي، وعلى هذه الكلمات وهذا الدعاء نخليكم على خير ان شاء الله، ونقول لكم صحه سهرتكم قبل ما نقول لكم صحه سحوركم، لان الليله طويله وطلعوا في روحكم مزاله ولايه واحده اخرى سناونا.